ضد المكاتب، لان الاستفتاء عنده ما عندوش بزاف من اللي دار، وما فيش تغيير كبير، هو نفس عدد المكاتب ما عدا في الأوروبا، المكاتب المتنقلة في الأوروبا في الصحراء ممكن يكون فيها نقص ولا زايد، ولكن بصفة عامة نفس الكتلة، يعني حوالي نقول 66500 بالتقريب، ماهوش بالدقة، 66500 مكتب، وحوالي 15000 غير نيف من مراكز التصويت، لأن المركز معناتها 5 6 مكاتب يكونوا متقاربين بعض بعض، يشكلوا مركز يعني اللي عنده الدور نتاع باش يعني ينسق ويرشد المواطنين.